الهيلي زوم 73. شكرا لكم اللي قاعدين تابعوا فينا على 88.4 و95.9 من سوسة المستير والمهدية. في الوقت هذا باش نعملوا رجوع ولا متابعة لملف النفايات، الملف اللي هز الرأي العام في تونس تقريبا عنده شهرة، ولليوم مازلنا نحكيه على الملف هذا وتداعياته. وتوتسويت هذا اللي باش نعرفوه في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا سي جابر الغنيمي ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة. نحكيو اليوم على التطورات في الملف هذا. صباح الخير ومرحبا بك سي جابر. أهلا وسهلا، صباح الفل. صباح شكرا ليك على تعاونك الساعة أولا ديما، وشكرا ليك نعرفوا اللي انت تكمل مخر واللي انت لاهي الليمات هذوما برشا، ولكن رغم هذا ديما تكون وفي للوعود نتاعك وتكون معنا ديما في المباشر. ميرسي بوكو. مرحبا. يعيشك. به سي جابر، نحكيو اليوم على تأجيل سماع واستنطاق المتهمين فيما ما يعرف بقضية النفايات الإيطالية إلى وقت لاحق. علاش اليوم التأجيل هذا؟ هو خلي بالله نوضح للسيد ولا السادة المستمعين، فهمت تو؟ هو بالنسبة للنيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد 23 متهم. كل من عسى ان يكشف عن البحث. فما عندنا 12 متهم بحاله احتفاظ. وعندنا 10 متهمين بحاله صراع، وعندنا متهم بحاله فرار. باهي؟ باهي. بالنسبه للسيد قاضي التحقيق، السيد قاضي التحقيق بطبيعه الحال بدا ينظر في الموقفين اللي هما اتحالوا بحاله احتفاظ، فهمت ولا؟ باهي. وقرر إصدار بطاقة إيداع بشأن 8 متهمين. دونك احنا قلنا 12 هما ديجا ما تتوقفوا طرف النيابة العمومية. سيد قاضي التحقيق صدر بطاقة إيداع في حق 8. شكون الثمانية هذوما؟ عندنا فما وزير البيع، فما عندنا المدير العام السابق لوكالة تصرف النفايات، عندنا فما مدير لوكالة حماية المحيط، عندنا كذلك فما مدير كذلك بوكالة الوطنية لحماية المحيط، عندنا كذلك فما مدير بوكالة الصناديق، عندنا كذلك فما موظف بإدارة البيئة التابعة لوكالة الصناديق سوسة، كذلك عندنا رئيس مديرية بديوان تطهير، وعندنا رئيس مديرية تصرف النفايات في وكالة تصرف النفايات. المهم في الجملة 8. بالنسبة للأربعة الأخرين، ما قلنا احنا 12، الأربعة الأخرين السيد خالد التحقيق أبقاهم بحالة صراح، واللي هما عندنا مدير ديوان وزير البيئة، وعندنا الوسيط الجمركي، وعندنا التعاون البريد، وعندنا اخيرا اللي هو العميد في الديوان. هذا هو بالنسبه لوضعيه ال 12 متهمين اللي هما بحاله احتفاظ من قبل النيابه العموميه. بس بالنسبه للعشره الاخرين، العشره الاخرين اللي هما ديجا معناتها تقديم، ما هما بحاله صراحه، او باش نبدو المستمع يفهم تقديما هما بحاله صراحه، ولكن يقع تسليم استدعاءات للحضور ب أمام النيابة العمومية. دونك هما ديجا تحالوا للسيد قاضي التحقيق وهما بحالة صراح، داكور؟ مادام تحالوا بحالة صراح، دونك السيد قاضي التحقيق قرر مادام هما بحالة، هما بطبيعتهم بحالة صراح، داكور؟ قرر الإبقاء عليهم في حالة صراح. صحيح، هو ديجا ما يقتضيش البث الوضعي، هو ديجا تحالوا بحالة صراح، هو نظر في المتهمين اللي وضعيتهم في حالة احتفاظ، وبالتالي اللي هنا القانون يفرض عليه يا يصدر فيهم بطاقة إيداع يا يخليهم بحال صراحة، هذاك علاش يلزموا فورا ياخذ القرار. بالنسبة للمتهمين كما قلت لكم بيدهم بحالة صراحة، هذاك علاش السيد قاضي التحقيق أرجع سماعهم إلى وقت لاحق، وبطبيعتهم هم حالة صراحة قرر إبقائهم فرقهم على الحالة. وعلاش الإرجاء الاستماع لوقت لاحق سي جابر؟ نعم، علاش باش نسموهم في وقت لاحق؟ علاش قرر القرار نتاع الارجاء الاستماع؟ شوف باش هو السيد قاضي التحقيق عنده بالقانون، فهمت؟ بالقانون عنده الصلاحيه في نحو باش ينجم يرجع في هذوما المتهمين بحال الصراحه، يرجع سماحهم، فهمت توا؟ وباش يعين وقت لاحق
المجتمع من بينهم وزير البيئة الأسبق. هو صحيح هو تول بالنسبة لهم يكون أرجع سامعهم وخلهم معناتها في حالة صراحة مع على ذمة التحقيق سي جابرة اللي هما أي صح أي بشكل حاد عن في ذمة التحقيق اللي هما وزير البيئة السابق مش السابق قبل الوزير هذا وإنما وزير بيئة له تقل منصب وزير بيئة عندنا فما مدير عام سابق لوكالة الصرف والكيماويات عندنا مدير عام حالي لوكالة المحافظة على المحيط وعندنا فما زوج عمداء في ديوانة وعندنا فما ثلاثة أعضاء في لجنة الموافقات التي تابعة لوكالة المحافظة على المحيط وكذلك تم ابقاء الاتهام لقنصل نابولي في صراحة تاكودو هذوما ابحاث صراحة. بالنسبه للفرار كما قلنا هو بطبيعته انه مدرك خارج حدود الوطن في بطاقه مشهور تفتيش وهو موجود خارج ارض الوطن. دونك اليوم فسرنا للعبيد اللي يسمعوا فينا في توضيح سي جابر انه العشره اللي كانوا في حاله تقديم راهو ما تمش اطلاق سراحهم ما تمش الاستماع لهم بالكل. دونك تم ارجاء الاستماع لهم هما بطبيعتهم في حاله سراح وقاضي التحقيق قرر ابقائهم في حاله سراح. صح في انتظار بطبيعتها باش يعين لهم هو لانه هذه صراحه قاضي التحقيق باش يعين لهم موعد لاحق موعد لاحق باش يعاود يستدعيهم ويقع سامح تقول وبطبيعه الحال هو السيد قاضي التحقيق هو باش لانه عنده صلاحيات باش يعاود يسمع يعمل للمكافآت ويجري ما يقتضيه القانون فهمتي توا وخطواته مختار فهمتي بعد ما يقوم بهالاجراءات هذه وكذا واذا كان معناتها طرح له انه الابحاث عنده كملت ينجم يعمل قرار في ختم البحث وخطوات قرار ختم البحث يضمن فيه شكون المتهمين اللي صرح بقيام الحجه الكافيه على ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليه. إلى حين الوقت هذا اليوم نحكيه على 8 بطاقات إيداع بالسجن في السجن المدني بالمساعدين، 8 مسؤولين في القضية هذه، 10 في حالة تقديم في حالة سراح، والوحيد اللي خارج حدود الوطن هذاك صدرت فيه بطاقة جلب وبطاقة تفتيش لصاحب الشركة. سي جابر. وي. هذا تلخيص اللي كنا نقولوا فيه. شكرا لك سي جابر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوس على المعطيات هذه. الملف مازال مفتوح ومازلنا في الأيام الجاية ربما نسمع أكثر تفاصيل فيما يخص الملف هذه ملف النفايات الإيطالية. تواب 10:24 مرحبا بكم الناس الكل وشكرا لكم على استماعكم لنجمة فام الديديكاس اليوم سبيسيال من عند سي توتو هكا يقول اسمه. دونك سي توتو اختار غنية الحب كله يهديها ديديكاس سبيسيال ليه مريم من عادي وهيش عليه متغشة ما تحبش مريم ما تحبش عادي فضل شكر في الوقت هذي. بعد شوية نسمع الأغنية ديديكاس هدية وقد معنا في الاستماع ما تعلقش مريم اختارت ما تعدي لكش الأغنية طوى بعد الأخبار تعديها. دونك اسمع معنا الأخبار يا سي توتو وبعديك تسمع الأغنية متاعك سينا وانتم قدوا معنا في الاستماع تحبوا تعملوا ديديكاس للناس عزيز عليكم وإلا تحبوا تشاركونا المشاكل متاعكم ديما 73-278-600 على ذمتكم ناس الكل. Zoom 73.